السلام عليكم الخوت، تحية لكم من هنا. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال وكل المورال مزيان. أنا عارف بأن المورال تاع شوية، لكن معليش نصبروا إن شاء الله وغادي يكون غير الخير. الخوت دائما تندوز لكم ميساج ديال التزموا الشيوع بالإجراءات الجديدة. أنتم كتشوفوا مع الأسف اليوم مدينة طنجة يعني بانت شي بؤرة جديدة، وربما غادي يديروا يعني الحجر على المدينة. راه داكشي اللي تنقول الخوت التزموا شوية، راه ما كان يعني في الأول وفي الآخر كتبقى مصلحة عامة، يعني الالتزام بالإجراءات التزموا الإخوان، أحسن من رجعوا عاوتاني عاد من الزيرو. هذا غير ميساج موجه للجميع، لمغاربة العالم ولا المغاربة يعني الآخر، باش كاينة إجراءات جديدة خصنا نلتزموا بها. الله يرضي عليكم، كنحاول ما أمكن ندوز هذه الميساجات أنا في أول فيديو، لاحظوها معايا راه دائما تندوزها قبل البداية ديال شي فيديو. واخا الخوت، دائما أخوتي في إطار المسلسل اللي بديناه كاملا وغادي نساليه إن شاء الله كاملا في إطار القانون طبعا. احنا دائما تنحترموا القانون وتنحترموا القضاء في المغرب، بالرغم من كاين واحد الملاحظات اللي هي كبيره كبيره بزاف على القضاء في المغرب، وخصوصا قضاء مراكش. غنبقاو دائما ملتزمين بغينا ولا كرهنا. بغيت نهضر في الفيديو اليوم اللي فيه جوج ديال الفقرات. الفقره الاولى غادي نهضر على المغربيه الوطنيه وحقيقه التنازل اللي داروا النقيب المغربيه الوطنيه باش تخرج يعني من السجن. كذلك بغيت نهضر على استدعاء ديال الثلاثي يعني سعده شرف وسلطانه وسميرة الدودي اللي التحقيق من طرف الفرقة الوطنية. بغيت نقول واحد النقطة خوتي، الفرقة الوطنية البارح انا كنت كنقول الشرطة القضائية وخطأت، ونبهتني واحد الأخت انا كنعني الفرقة الوطنية، وكنت كتخالط ليا لأنه بعد المرة كتكون تيست يعني كتنسى، سبحان الله العظيم، وشكرا أختي على التنبيه ديالك. إذا كنعني الفرقة الوطنية. واخا باش نبدا معاكم من هنايا ونكون صريح معاكم، أول حاجة غادي نبداو باستدعاء أو حقيقة الاستدعاء ديال هاد الثلاثي سعيدة شرف وسلطانة وسميرة الدودي من طرف الفرقة الوطنية. هاد الناس هادو اللي تم يعني بالفعل الاستدعاء ديالهم للتحقيق، ما عرفتش انا فين كاين المشكل، عند مجموعة من النقافات ومجموعة من الخفافيش او المجموعة ديال الباطماويات. باش نكون واقعيين معاكم، شنو فين كاين المشكل؟ واخا حتى لهنا تنقول انا من هنا ما كاينش بما يفيد على انه تم الاستدعاء ديالهم للتحقيق، ما كاينش. كنتحدى يعطيونا ستوري نازلين فيه التصاور، بما انهم هما معروفين انهم كيصوروا ويشهروا بعباد الله، يعطيونا ستوري اللحظه ديال الوصول ديالهم يعني للفرقه الوطنيه، نتحداهم من هنا نعرف المصداقيه ديالهم، نتحداهم. ما كاينش شي حاجه اللي رسميه، وحتى لا كانت، حتى واحد ما فوق القانون، حتى واحد ما فوق القانون. تنقولها دائما، وحنا دائما هنا ما تنجيوش على شي مجموعه لا الفنانين ولا على حنا هنا كنطالبوا بتطبيق القانون على عصابه اللي هي ساءت للمغرب. باش نكون واضح معاكم، تنهضر على راسي. دونك باش نرجعهم من بعد على الموضوع، عطينا بما يفيد على ان الناس اليوم تم التحقيق ديالهم، التحقيق معاهم من طرف الفرقه الوطنيه، ولو يكون صحيح. اللي ما عندكش بما يفيد ما عندك والو، بما انكم انتم تطالبوا دائما بما يفيد وعلى اننا كذا، اشنو غادي نسميو هادشي اللي كتقولوا دابا انتم هاد السطوريات اللي كتهاجموا فيهم الناس؟ هذا هو التنمر اللي كنتو كتبكيو عليه. ودابا هذا ماشي تنمر، هذا هو التنمر بعينه. ونزيد نقدر نقول لكم واحد الحاجه اخرى اللي هي خطر من هذا التنمر، هذا هو التشويش على الفرقه الوطنيه، وهذا هو الخطير. وهذه السياسه بداو يعني كيديروها بدايه من هيئه الدفاع ديال هذه العصابه هذه، الى حتى المتتبعين ديالهم اللي كيساندوهم في الطرح هذا. ردوا بالكم معايا مزيان، الخروج ديال ديك النهار ديال النقيب وشنو قال، هذاك فيه نوع من التشويش على السلطه يعني على 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 الضابطه القضائيه وعلى هيئة القضاء بصفة عامة، وكيحاول على أنهم يمارسوا عليهم واحد النوع من الضغط، باش كيما تنقولوا حنا باللغة ما عندهم الكرة عندهم هما. وهذه راها خطة من الخطط الجداد. كذلك اليوم ما نتفاجئوش على أنه راه تشهير القيامة نايضة على استدعاء يعني الثلاثي للاستماع، وفين كاين المشكل أنهم يسمعوا لهم؟ عادي، بما أنهم الناس كيحترموا، أي واحد كيحترم القانون عادي. وفين كاين المشكل دوك الناس اللي تبت عليهم انهم عندهم شي حاجه داك الشيء شي حوايج اللي بغات تاكد منهم الشرطه القضائيه او الفرقه الوطنيه عفوا؟ عادي، فين كاين المشكل؟ انا المشكل عندي شخصيا هو عطاني بما يفيد، ملي ما عندكمش بما يفيد هذا هو التشهير، هذا هو التشهير، وهذا هو التشويش على الفرقه الوطنيه. وهذه السياسه الجديده كما تنقول، ردوا البال مزيان. دونك خوتي، الاستماع ولا ما كاينش استماع، حنا ما تنبغوش ندخلوا في هاد الامور. حنا ما كتخرجش شي حاجه رسميه تنقول لك راه تم الاستماع كذا كذا، بما انها ما كاينش شي حاجه رسميه اسمعوا مزيان، ما نقدروش نشوشوا على الفرقه الوطنيه، خلي الناس تخدم الخدمه ديالها. بغاو يسمعوا شي شكايتي اللي كانوا جداد، مرحبا، الفرقه الوطنيه تتعرف، عندنا الثقه التامه فيها، راه ما جاتش وعطاتنا النهار الاول ست التهم دوك
المتهمين وذيك العصابه. الناس راه كتعرف شنو كتخدم، حنا ما تنشو، حنا ممنوع التشويش. اللي دارتها الفرقه الوطنيه هي اللي كاين ثقه تامه فيهم، عارف الناس اش كيديروا، الناس متمكنين. راه الفرقه الوطنيه وما ادراك ما الفرقه الوطنيه هذيك. دوك باش نكون واقع من هنا، هذا رد باش تعرفوا الحقيقه كي داير. واخا يكون يعني الاستماع خصنا بما يفيد، ما كاينش بما يفيد، كتبقاو هذا التشويش وهذا التنمر كما كيقولوا هما، تشويش على الفرقه الوطنيه وتنمر على هاد الثلاثي هذا. واضح سدين هاد الملف. ندوزو الخوت واحد الملف مهم اللي هو تطرح بقوه دابا وكيروجوا له. وهاد الناس هادو ملي تيديروا شي حوايج كيبقاو كل حاجه عندهم محسوبه وكل خطوه كيدرسوها مزيان. على اي هناك اخبار عن تنازل النقيب، انا بلا ما نسمى راكم عارفين نقيب ديال على اي ديال المحامين، دار تنازل او بغى يدير تنازل للمغربيه الوطنيه. هذا من جهه، من جهه اخرى كذلك المغنيه بغات دير التنازل على الشكايه اللي كانت دايرها على على المغربيه الوطنيه. شوف هاد الجوج في ضربه واحده وفي هاد الوقت، ضربه واحده وفي هاد الوقت. واخا باش نكونوا نفهموا شويه مزيان الشكايه ديال او التنازل ديال ديال سليمان المحامي، باش نكونوا فاهمين نفهموا هاد التنازل هذا واش جاي يعني في هاد الوقت ديالو باي سبب، واش من الظروف، واش تنازل اللي هو يعني هكاك، واش تنازل بمقابل، واش يعني تساؤلات من حق نعرفها. كتعرفوا لان المغربيه الوطنيه واحد السيده مسكينه اللي هي يوتيوبر يعني، وتتعاني شويه من اضطرابات نفسيه، عادي اي واحد يقدر يتجه. كانت واحد الوقت هاجمات يعني هذا المحامي هذا ملي كان يعني تصاب بمرض كورونا، وحنا هذا الهجم شخصيا انا ما نبغيش اي واحد مريض نبغي له على الشفاء، واخا يكون يعني احنا ما عندناش الحمد لله، احنا ماشي اعداء مع بعضياتنا لا. على اي سيده دارت واحد الخرجه ما كانتش موافقه فيها، حنا كلشي قال لا، كلشي لا مغاربه لا يوتيوبرز قال لك لا، بما انه السيد مريض الله يشافي لي يعني كما تنقولوا احنا ما تشفيش فيه ولا ما تزيدش على اي. ولكن السيده بما انها تعاني من اضطرابات نفسيه كان بالاجدر على اننا نتجاوزوا وما نزيدوش، لا السيد دار عليها متابعه، وبل اكثر من ذلك راكم عارف القصه، حتى محامي ما قدر يترافع عليها، وبعد تحكمت بسنه ديال الحبس. دابا كنهضروا على التنازل، والتنازل هذا علاش؟ بما ان السيده كتعاني ديجا يعني من اضطرابات نفسيه، ودابا راها مده ديال 3 شهور ولا ما نعرف في الحبس، زادت دوك اضطرابات اخرى نفسيه داخل السجن، واش هاد التنازل هذا جا في الوقت ديالو؟ انا ما تيبانليش. واش هاد التنازل غادي يصلح الصوره اللي بزاف د الناس خداوها على هاد المحامي هذا؟ انا ما تنظنش، لانه السيده مهما كان كما قلنا كتبقى مراه، الا ما احترمتهاش الاخر احترم على الاقل المراه. كاينه بزاف ديال الاساليب على انه تدير دعوه ونهار ني تستدعى للمحكمه يحقوا معاه ولا شي حاجه ديال التنازل، عاد الحضور للمحكمه والتحقيق ولا كشي. على اي هذيك كانت كافيه على انها تردع، ماشي على انك تتابعها حتى تحكم بعمد الحبس. ودابا عاد غنهضروا على التنازل، التنازل نتمنى يكون ما يكونش تنازل بالمقابل، راه من حقي نطرح التساؤل، نتمنى ما يكونش التنازل بالمقابل، نتمنى، لانه كنهضروا على التنازل من بعد 4 شهور ولا 3 شهور ديال الحبس. لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لان كلشي خدا موقف، كلشي عارف. انا بالنسبه لي انا دابا المغربي الوطني مسكينه نتمنى تخرج، ما بغيتهاش تشد، وانا كنتمنى الناس اللي قلت انا مستعد نساند ونساهم بداكشي اللي عطى الله. هذه معروفه كلشي المغاربه ولا اليوتيوبرز كلشي كان ضامن معاه، نبغيها تخرج. ولكن بالنسبه لي انا يعني ما غاديش غير الصوره اللي خديتها على السيد اللي كان متابعها، لان هاد الناس هادو كما تنقولوا حنا تيقنطوا او ما تيبغيوش هاد الناس يهضروا عليهم. تنقولها وتنعاودها، حنا ما كناش متفقين معاها انها مثلا تخرج بديك التدوينه، هذا اي واحد ما غاديش يتفق معاها، ولكن اوتوماتيك ما غادي نعرفوا على ان ديك السيمه قال ديك الهضره الا ورا عندها اضطرابات نفسيه. ما كتعرفش مسكينه بعمر اش كتقول، ربما عامل الدواء، ربما عامل بزاف ديال الامور، ما كناش على اي التنازل. كاين اخبار عن التنازل، هادشي هذا انا بالنسبه لي اهم حاجه اللي غيغير هو انها تخرج الاخت يعني المغربيه الوطنيه، اما بالنسبه للصوره ما غيغير عندي والو. كذلك بغيت نهضر على التنازل ديال الشكايه ديال المغنيه، حتى المغنيه كانت عندها واحد الشكايه. التنازل ديال المغنيه على الشكايه هي، ما عرفتش هاد الشيء هذا واش كيجي الاخر مخطط ليه، واش كيجي خطوه خطوه، ما عرفتش. عن باء عن الاخر غادي يتنازل حتى الاخر غادي تتنازل، الاخر ما تنازلش حتى هيك وما تنازلتش. هادشي هنا مدروس الخوت،
هادشي هذا الهدف ديالو شنو هو؟ انهم زينوا ديك الصوره ديال اننا احنا قلبنا كبير وحنا كنتنازلوا. راه اللي عطى الله عطاه. راه شوف المغنيه اللي هضر معاها وتشي دير به شيكاي راه سال الفيلم ديالها. باش نكون واضح معاك، انا براسي انا تقدم به شيكاي ولا تقدم واحد اخر، شنو غادي يديو عليها المتتبعين كصوره؟ دابا على اللي جاي يهضر على شي حاجه هنا خصو يتقدم ضده شيكاي. دابا حنا ما فكيناش الشيكايات اللي عندنا في المحاكم اللي كاينه ستوكات ديال ما عرفتش شحال من سنه، عم قادوا بحاضن على المحاكم على اللي هضر دير به الشكايه. دابا دي اللعبه الجديده تاني ديال هاد الناس. انتقدتي ولا بغيت تعرف شي حوايج غدا تصبح بك شكايه. لا نتوما شكون اللي ما لقيتو حتى شي واحد يدير بكم شكايات؟ انتوما اللي كديروا بالشكايات بعباد الله. هاد المغربيه الوطنيه مالاش دارت لكم؟ كلشي كان مستعد يدير بها شكايه، كما مستعدين يديروا بها حنا، كما مستعدين يديروها بعض قنوات اخرين. كاين على الشكايات في المحاكم. هاد الناس هادو عاودتيش غادي نقول لكم الخوت هادو معلومات كنت يعني حاولت انني نهضر معاكم، لان كنبقى ندخل في هذا الموضوع هذا كنبدا ماشي كنتقلق شويه، ولكن كاين شي حوايج غادي نطول بزاف في لا فيديو، كاين شي حوايج اللي ما مفهومينش ما فهمتش. ولكن الحاجه اللي متاكد منها انا وهي اللي معروفه هو انه يعني حلال عليهم وحرام علينا، دونك شي حوايج هما يديروهم يديروا اللي بغاو، ما كاينش شي واحد اللي يهضر عليهم، ما كاينش شي واحد اللي يدير شي كي ضدهم. انت فاش تنوض تهضر ولا تقول شي كلمه تنوض شي كي ضدك او لا؟ انتم كتشوفوا المغربي الوطني هذا سليمان بغى يدير لا تنازل، حتى المغنيه ناضت غدير التنازل، كون ما دارش هو التنازل حتى الاخرى ما دارش التنازل. دونك هاد داك الشيء متقارب ومدروس. شوف احنا هنا احنا ما ضد شي واحد، قبل ما نختم هذا الفيديو احنا ما ضد شي واحد، احنا ما عندناش شي مصلحه لان شي واحد او مهما كان كيبقى ولد المغرب ولا بنت المغرب، ولكن اللي خطا يخلص، اللي خطا يخلص. انا ما جيتش هنا ضد المغنيه ولا، انا تنطالب بتطبيق القانون، بما ان المغنيه بالضبط كاين الاسم ديالها في القضيه وفي العصابه، تطبيق القانون. وكان الاسم ديالي انا في العصابه يجب تطبيق القانون عليا، حتى شي واحد ما مستثني. هذا هو الهدف في الاول وفي الاخير، وهذا هو المطلب ديال المغاربه كامل، والمطلب ديال المجمع ديال القنوات واليوتيوبرز. هادشي اللي كاين، حنا ما عندناش ضد شي واحد ولا جاي ننتقم منه، لا لا لا. على اي الخوت هذه معلومات كانت حصريه عن تنازل المحامي لمغربيه وطنيه وخروجها من السجن، نشوفوا يعني ربما يكون هذا الاسبوع هذا، كذلك على المغنيه التنازل، كذلك على حقيقه استدعاء الثلاثي يعني سلطانه وسعد شرف وسميره الدودي. خوت تحيه لكم من هنا، نتمنى نلقاكم في موعد سابق ان شاء الله او في موعد لاحق عفوا. ما تبخلوش علينا الخوت بالتعاليق ديالكم الزوينه، كنحاول انني نستافد، وكتنبهوني على بزاف ديال الحوايج. السلام عليكم.